جوابا على المسائل الشهرية حول إصلاح المدرسة العمومية، خاصة فيما يخص التعليم الأولي البري سكولير، وخاصة فيما يتعلق بالأرقام المقدمة من طرف سيد رئيس الحكومة، بالضبط رقم 4700 قسم اللي بناتها وزارة التربية الوطنية عبر الشركاء، وكذلك توظيف 6000 مربي ومربية مقابل 5000 مربي في السنة الماضية دائما عبر الشركاء. قبل التعليق دعيني أتحدث عن مرجعيات أو المرجع الأساسي لإصلاح التعليم الأولي بالمغرب، التي تعود إلى رسالة ملكية التي تلاها السيد سعيد أمزازي الوزير السابق وزارة التربية الوطنية على المشاركين في اليوم الوطني حول التعليم الأولي، اللي كان عبارة عن مناظرة وطنية كانت بالضبط في 18 يوليوز 2018 مدينة الصخيرات، حيث كانت هذه الرسالة منطقا أو منطلقا أساسيا لإطلاق واحد البرنامج وطني طموح يمتد على 8 سنوات من 2018 إلى 2026. أهدافه أو غاياته الكبرى هي إلزامية وتعميم التعليم الأولي، وطبعا هذا البرنامج فهو يندرج أو يأتي في سياق تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. غير التعميم والإلزامية مع ضرورة المزاوجة بين الكم والكيف كيف ما جاء في الرسالة الملكية، كان من بين أهداف هذا البرنامج الطموح هو إصدار إطار مرجعي، يعني كنتكلم هنا عن البرامج المناهج للتعليم الأولي، مع التنصيص على التكوين الأساسي والمستمر للمربيات والمربين اللي هما دعامات أساسية للتعليم الأولي. جعل هذا البرنامج وسائل تهديف لتنفيذ هذه الأهداف، حيث اعتبر البرنامج الشركاء المدنيين، سماتهم الرسالة هكذا الشركاء المدنيين والجماعات الترابية، كآليات أساسية لتدبير القطاع في شراكة مع وزارة التربية الوطنية. كما كملاحظة تزاوج ما بين الأرقام التي قدمها السيد رئيس الحكومة ومع تقدم إنجاز هذا البرنامج. من حيث الكم قد نقول بأن هذا البرنامج فهو يعني طموح حقق واحد الإنجاز أو لا واحد نجاح إلى حد ما، حيث في سنة 2021 أعطي رقم إنجاز نسبة إنجاز 70% إلى حدود 2023 تقريبا 77-78% من نسبة تنزيل هذا البرنامج. لكن من حيث الكيف هنا كنتكلموا على الجودة، كنقول بأن قطاع التعليم الأولي هو برنامج لا يزال ينقصه الكثير من التجويد، وهنا لابد ما نذكره الأسباب ونرجع للأرقام. هنا غنقرنها بالأرقام. السبب الأساسي هو افتقار المؤسسات التي تقدم التعليم الأولي إلى الوسائل الضرورية، نتكلم على الوسائل اللوجستية، نظرا لحساسية تربية الطفولة. نضيف كذلك من بين أسباب إعاقة هذا البرنامج على المستوى الجودة على المستوى الكيف هو الوضعية الهشة التي يعيشها المربيات والمربون، يعني أطر التعليم الأولي، حيث نعرفوا بأن هذا الأطر ما عندهم واحد نظام أساسي، فهم يشتغلون مع جمعيات المجتمع المدني، وهذا إشكال كبير.